هلا رح نتابع آخر الأخبار بتسعين ثانية مع مديان رضوان. كشفت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة عن تفاصيل ما تم سداده من الالتزامات المالية الواجبة السداد حتى تاريخ 30 من أبريل الماضي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأظهرت التفاصيل سداد أندية الهلال والاتفاق وضمك جميع الالتزامات المالية فيما جدول كل من الاتحاد والنصر والأهلي المتبقي من المستحقات. غرمت لجنة الانضباط نادي النصر بمبلغ 100,000 ريال بسبب قيام الجماهير بإلقاء عدد من علب المياه على أرضية الملعب خلال مباراة التعاون الأخيرة، كما غرمت الأهلي 10,000 لتأخر خروج لاعبيه من غرف الملابس مما أدى لتأخير بداية مباراتهم أمام ضمك. كما غرمت الأرجنتيني بانيغا محترف الشباب 10,000 لتعموده اللعب الخشن على لاعب الفتح. وقع الاتحاد رسميا مع المدرب الروماني كوزمين كوانترا مع طاقمه الفني ليكون خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي. كما وقع التعاون مع لاعب الوسط البرازيلي الأصل المولدوفي الجنسية لوفانور هنريكي قادما من نادي شيريف ترانسبول المولدوفي. بعد كثرة الحديث عن انتقال أنسيلمو لعدد من الأندية، عبر البرازيلي عن شكره لدعم الجماهير الاتحادية له، مبينا أنه عاد إلى جدة من أجل الإعداد والالتحاق بالوحدة للموسم الجديد في الوقت الحالي. أعلن الشباب انضمام المدرب الوطني عبد اللطيف الحسيني إلى الجهاز الفني للفريق الأول. استدعى مدرب الجزائر جمال بلماضي الحارس مصطفى زغبري معسكر المنتخب الحالي بعد تألقه مع ضمك.